تحية طيبة طلبتنا الأعزاء، نحاول في هذا الفيديو أن نوضح حركة البابل جيرز إضافة إلى طريقة تثبيتها على الأعمدة وكراسي التحميل البول بيرينجز. بالطبع في الفيديو راح تظهر عندنا الأجزاء مفككة هنا، العمود والبيرينج والبيفل جيرز والواشرات والصامولة للتثبيت أيضا هنا، وهي مجمعة وتتكون مجموعة البيفل جيرز كما واضح من الأعمدة وكراسي التحميل. لاحظ أن عمود البيفل بنيون تثبت عليه كراسي التحميل من الجهة واحدة، بينما البيفل جير تثبت عليه كراسي التحميل من جهتين. أيضا يبدو الخابور واضح اللي يثبت الشافت مع العمود. دائما مثل هيجي منظومات تظهر عندنا بكثرة بالأمثلة، وهذه الأمثلة خاصة أمثلة القوى المؤثرة على البابل جيرز، مما يسترعي أن يكون عندنا تصور واضح عن هيجي منظومة. لاحظ هنا أنه بيفل بينيون اللي هو الترس الصغير مثبت على عمود، هالعمود ب 2 بيرينجز اي و بي يحمل هذا العمود من جهة اليمين فقط، بينما البيفل جير اللي مثبت على هذا العمود تكون عندنا 2 بيرينج سي ان دي اللي هي على جانبي العمود، واحد بالاسفل والاخر في الاعلى. ايضا نلاحظ هنا مره اخرى مجموعه الدبل جير سيستم وهي في حاله تجميع وحركه. هنا بدينا نفككها الى اجزاء الرئيسية البيرينجز والصواميل ثم الاعمدة، هذا الخابور ايضا الخوابير اللي تربط العمود مع البنيان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.